شهر 25 من نيران، ويمكنكم متابعة على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11.6 ميجا هرتز عمرًا. إذاعة دهرنا إذاعة مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعونا والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 25 من ديسمبر. نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية، وفيه نقدم لكم منوعات ثقافية. استهلالا نقدم لكم عناوين نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. السلطات الإسرائيلية تكثف من حملات اعتقالات اللاجئين الإريتريين. معارضون سودانيون جنوبيون يصلون إلى جوبا. مقتل 4 أشخاص في غارة جوية أمريكية في اليمن. رئيس وزراء جمهورية التشيك يتهم ألمانيا بتشجيع الهجرة إلى أوروبا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين